ده ثعبان الرمل. تماسيح صغيرة أوي. بومة فرعون حاجة رهيبة خالص، يعني حجم كبير. يعني أنا بصراحة أول مرة أشوف بومة بالضخامة دي. أنفض بس مش عارف أعمل ليه كده. ده الضب بس حاجة إيه صغيرة مش كبيرة أوي. أفعى اللي في المايه دي وفي أفعى فوق. الكوبرا نايور فاي حاجة رهيبة بس هي نايمة. دي سلحفاة مدغشقر. سلحفاة مدغشقر منظرة في غاية الروعة. ده الثعلب الثعلوب. Surprised by their ability to bounce back. But with so many crops around,